قبل ما نكملوا كريم، رامي يقولوا لي في غرفة الكنترول أنه فيه خبر رسمي بوفاة المؤثر ولا اليوتيوبر الجزائري فكرينيو. نقولوا ألف رحمة ونور تنزل عليه. خبر مؤسف جدا، يعني كما كانت دولة مواقع التواصل الاجتماعي منذ قليل، وكنا سمعنا مختلف الأخبار على الجثة تاعو اللي اتحرق، لكن قبلها كانوا متأكدوش. الآن حينا حاضرا، وبما أنه برنامجنا مباشر، تم التأكد من الجثة، فنقول ألف رحمة ونور تنزل عليه، وربي يصبر أهله إن شاء الله. إن شاء الله من أهل الجنة إن شاء الله. يعني هو كان في أسبوع هم يبحثوا عليه، يعني العائلة تاعه، تصور العائلة تاعه كانت في حالة، الآن نترحموا عليه. دونك هذا خبر شوية محزن، يعني اللي خسر كما نقولوا على بزاف ناس، ربي يرحمه إن شاء الله. هذا واش نقدروا نقولوا إحنا الآن. لم ياسر احنا نكملوا الموضوع تاعنا، ولكن فريمون يعني كي تسمع خبر كيما هذا، يعني انا كنت متفائل خير انه ان شاء الله قلت يلقاوه، كان عندي احساس مليح انه يلقاوه، لكن للاسف الشديد. وحتى راه معنا هشام، راه اسكو تعرفوا هشام بالخبر لانه كان تعامل معه ربما الاولى. والله خبر ما كناش نتمنوا فيه، شغل صدمنا شويه. هذا هو، لانه وفكري في الشاب فكري كان 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 محبوب عند بزاف ناس، وكان يعني بزاف الناس تحبوه، لانه من الاوائل اللي بداوا في اليوتيوب، من الاوائل اللي بداوا في مواقع التواصل الاجتماعي، وكان يدير فيديوهات هادفه، فيديوهات يعني قصيره ومضحكه، يرفه بها الناس، يخليهم، كان يرسم البسمه على وجوه بزاف ناس. هو كما قالوا لي راح، والضحكه تاعو توجور تريح، وان شاء الله يريح في قلوبنا ويريح في قلوب بعض المحبين تاعو اللي كانوا يتابعوه في مواقع التواصل الاجتماعي. هذه كما نقولوا اخبار، احنا الله غالب ما نقدروا نديروا والو غير نترحموا عليه. يا سلام، ما نقدروا نديروا حتى حاجه كريم كما قلت، الا انه نترحموا عليه. ان شاء الله كما نقولوا يبقى مثال للشباب الجزائري، يبقى دائما واحد من بين صناع المحتوى اللي كانوا يخدموا محتوى جميل جدا. وحتى لما نشوفوا مثلا دوك واحد كيما هشام سكوم اللي هو كاتب سيناريو، يكتب الكثير من الفكاهيين الكوميديين. مش عارف كنت تعاملت معاه؟ نعرفه مسكين. وخبر هذا دروك جاء المباشر صدمنا، شبه تقول احنا صحابه قال يعرفوه، ربي يرحمه والعائله تاعها، نعزوهم في هذا السيرتو في هذا الظرف، باسكو ما عندنا ما نقولوا سوى الله يرحمه. الا كانت حاجه تاع ربي الله يرحمه، الا كان حاجه واحده اخرى ان شاء الله ربي يبين الحق و ان شاء الله، لانه موت غامض. صح، لانه جات صدمه كبيره، هذه ما كناش نقارعوا فيها، جات على المباشر وصدمه كبيره. هذه هي ربي يرحمه ان شاء الله. هذه ان شاء الله ان شاء الله. صح، يعني انا لو كنت عارف انه هذا الخبر راح ياثر على هشام وعلى معنوياته بزاف، ما كنتش راح نلونسيه الان، لانه كنا عندنا مواضيع كثيره راح نتكلموا فيهم. لكن انا نسقسي فقط غرفه الكنترول لكن ممكن يقدموا لنا شويه الفاصل الاشهاري حتى نخليو هشام يستعفي شويه من هذه الصدمه، وبعدها نرجعوا، ولا اعطيونا ابل نهضروا مع هذا السؤال التفاعلي. نروحوا فاصل ياسر الاشهري ونعاودوا نرجعوا لكم الاشهري ولا نعاودوا.